لسه بنتابع محاضراتكم من داخل مركز شباب الصف، واللي زي ما اتكلمنا قبل كده بيحتوي على وحدة هامة جدا، هي وحدة التخاطب. وحدة التخاطب في الواقع بتندرج تحتها تنمية المهارات والتكامل الحسي، هما من أهم الوحدات اللي موجودة هنا في مركز الشباب. خلوني أبدأ بضيفتي العزيزة أستاذة نجلاء. مظبوط، ممكن تعرفينا بنفسك أكتر؟ نجلاء مجدي، تنمية مهارات في مركز شباب الصف. أهلا بيكي. عايزين نبدأ تكلمينا عن تنمية المهارات. يعني إيه تنمية مهارات؟ تنمية مهارات عبارة عن أنا أولا بتعامل مع طفل معرفي إدراكي لغوي، بتعامل معاه بكل حاجة. بنبدأ الطفل الأول، ببدأ إن أنا أسلم عليه، ياخد عليا وناخد على بعض الأول. ببدأ إن أنا أتعامل معاه بأبسط حاجة، أبسط حاجة في الدنيا. لو هو مش بيعرف يتكلم، فواكه، خضار، حيوانات، على حسب طبعا كل على حسب حالة كل طفل بتعامل معاها. انت معاكي اطفال بداية من سن ايه لحد سن ايه هنا؟ من بداية سن مثلا 2.5 او 3 سنين لحد 14-15 سنة. لحد 14 و 15 سنة. وتنمية المهارات هنا بتختلف. احكي لي عن بداية شغلك اول ما وحدة التخاطب هنا بدأت تحديدا، كنتوا بدأتوا تعملوا ايه؟ بدأ الاطفال يجولك امتى؟ احكي لي عن البداية. بصراحة كان على المركز يعني كان عليه ضغط كبير او في الاول، هو ما شاء الله يعني سمع في الأول. بدأت الناس تيجي، بدأ ان هم طبعا نعرف بعض، بدأت ان احنا نتعامل معهم. طبعا بنحط يعني كل طفل ببدأ ان انا احط له برنامج، البرنامج ده ببدأ ان انا اشتغل عليه طبعا على حسب حالة كل طفل بتعامل معها. أكيد. طيب احكي لي أكتر عن هل ده ساعد الأطفال فعلا في أنهم يتقدموا؟ عندك حالات كتير في أطفال اتقدمت الحمد لله كتير، وبدأوا يتكلموا، في أطفال بدأت تتكلم الحمد لله وبدأت تتفاعل كتير يعني الحمد لله. ايه اصعب الحاجات اللي بتواجهيها مع الاطفال؟ يعني انت ده دورك، التخاطب هو ده دورك في المقام الاول، فايه اللي مثلا بتواجهيه هنا تقدري تقولي انه صعب؟ هل هو السن الكبير؟ لا، حالات التوحد بتبقى حالات شديده جدا، دي بيبقى يعني صعوبه في التعامل معاها، ان انا حتى اقدر ان انا اقعدها مثلا في الجلسه، ده بيبقى انجاز كبير جدا ان انا اقعدها في الجلسه. بس بالطبع بيكون في تعاون من بعض من زملائك في اقسام طبعاً. اخرى بنساعد بعض كلنا. طيب احكي لي بقى عن العدد تقريبا اللي موجود معاكي. انت متواجده هنا كل يوم؟ كل يوم. كل يوم من كام لكام تقريبا؟ من الساعه 9 لحد الساعه 3. ده كل ده جلسات متواصلة؟ جلسات ممكن مثلا بريك ربع ساعة مثلا في اليوم كده. يعني تقريبا في اليوم بتستضيفي كم طفل، كم حالة معنا؟ ممكن مثلا ممكن تدخل مثلا على 20 جلسة. 20 جلسة يوميا؟ 20 جلسة. بالنسبة طبعا بالنسبة لنا، انا طبعا معايا زملاء بيشتغلوا، بس مثلا بالنسبة للمركز كله ممكن ناخد 50 جلسة مثلا في اليوم بنوصل يعني. نجلاء، انت بتقدمي خدمة جليلة بالطبع لأولادنا لذوي القدرات الخاصة. انت بتحسي بإيه وانت بتقدمي ده؟ لا، خصوصا مع بداية طبعا. انا اصلا شغلي ده انا حباه، مش عشان خاطر ان هو شغله كده، لا، انا بدايتي اصلا في الاول ان انا كنت حابة شغلي ده، حابة ان انا اتعامل مع الاطفال دي يعني هم اصلا براءة، فانا لا حابة ان انا اتعامل معايا، حابة ان انا اطلع منهم نتيجة، فده بيبقى انجاز بالنسبة لي. يعني اتبسطتي لما جي مركز شباب الصف قالوا في وحدة تخاطب هتكون موجودة؟ كنت مبسوطة جدا لما اتقابلت هنا. لا، كانوا كنت مبسوطة بصوت جدا الحمد لله. طيب احنا بقالنا قد ايه تقريبا في الوحده؟ سبع شهور. في خلال السبع شهور ده تقدري تقولي لي هل ده فرق في حياه الاطفال في الصف عموما في المحافظه هنا؟ في طبعا النتيجه اللي الناس بتشوفها، فده فرق كبير، فرق كبير يعني. لما مثلا لما امي تيجي تقول لي لا ده ابني بدا، لا في تقدم، في انجاز، ابني لا بدا ان هو يتكلم، بدا يطلع اصوات. طبعا بالنسبه لطفل ما كانش بيتكلم خالص، بدا يطلع اصوات، بدا يتكلم، لا ده انجاز كبير بالنسبه الام. بتيجي مبسوطه، فانا مبسوطه اكتر. انا شايفه المكان مجهز بشكل كبير جدا جدا، وحتى الاجهزه يعني في ضمن جولتنا ضمن اكسترا نيوز هنشوف وهنتابع ده بالصوت والصوره، لكن عايزاكي برضو تحكي لي عن التجهيز. التجهيز في الواقع ملفت. طيب احكي لي عنه. لا، في حاجات كتير هنا انا شفتها، لا يعني اجهزه مثلا التكامل الحسي، اجهزه بصراحه اجهزه عالميه يعني بنشتغل معاها. تنمية المهارات في تنمية المهارات برضو في أدوات كتير جدا أنا اشتغلت بيها، وأدوات بقدر إن أنا أتعلم برضو أكتر يعني. أنا برضو هنا استفدت كتير من الأجهزة، من الوسائل اللي موجودة والأدوات الموجودة المتاحة اللي بتساعدك، اللي بتساعدني على إن أنا أشتغل مع الأطفال بيها.
يعني هنا كان في تنوع، نقدر نقول تنوع. تنوع طبعا عن المراكز التانية بكتير، كان في تنوع في الوسائل والأدوات اللي موجودة. طيب هل ده يفرق في حالة الأطفال، في الأطفال المستهدفة؟ بيفرق طبعا، لأن ممكن مثلا يبقى هدف واحد بالنسبة لطفل بس على كذا شكل، فده بيفيد الأطفال، يفيدهم في المعرفة بتاعتهم والإدراك بتاعهم. بيوفر معاكي وقت توفر او التجهيز بشكل اكبر، او توفر الاجهزه، او توفر معدات او العاب زي ما احنا شايفين للاطفال صغيره السن؟ يعني هل ده بيوفر معاكي وقت في حاله الطفل؟ يعني بيتقدم اسرع، بيتعلم احسن؟ الادوات دي طبعا بتخليه ان هو استجابته بيبقى اسرع، كل ما اشتغل معاه بطريقه مختلفه، ممكن تكون مثلا نفس الهدف بس بطريقه مختلفه، لا ده بتساعد الطفل في استجابه اسرع. طيب احنا شايفين المكان منظم جدا جدا، المنتظرين في القائمه بره يعني، وبالتالي بيدخل طفل طفل. هل ده علم الناس هنا بشكل او باخر، اهالينا هنا في المحافظه او في مركز الصف، الالتزام او التعاون، او غير من الروح بشكل او ده لفت نظرك؟ ده كان موجود مع الوقت بدا الموضوع ده يتحسن جدا مع الوقت. الاول كان فيه ضغط وكل الناس جايه وعايزه تيجي وكده، لا مع الوقت بدأنا احنا ننظم الجلسات، بدأنا ان احنا ننظم الاطفال، نشتغل جلسه مثلا مدتها مثلا تلت ساعه، في جلسه مدتها نص ساعه، بنبدا ان احنا ننظم. فده طبعا فرق كتير. بتحددي بناء على ايه مده الجلسه اللي معاكي؟ على حسب حاله الطفل طبعا، ان احنا عندنا ضغط كبير، فعلى حسب حاله الطفل انا بحدد الجلسه. يعني في الاول الطفل بيجي بيتعمل له مقابله او بيعمل له الاول مقابله معاه ومع مامته، ببدا ان انا اتعرف عليها، وببدا ان اتعرف على الطفل، طب ايه مشكلته، باخد البيانات بتاعته كلها، وتحكي لي بقى عن مشكلة الطفل، طب هو بيستجيب معاكي، طب هو كان مشكلته ايه في الاول، بيبدأ بقى بالطريقة دي. تنمية المهارات بتطلع الابداع اللي موجود فيهم. فممكن تحكي لي اكتر عن يعني اكيد في بعض منهم مبدعين او بيطلع منهم موهبة ما من خلال تنمية المهارات. في ناس تطلع منهم موهبة الرسم مثلا، في ناس ممكن تعرف ترسم من الحتة دي، فنبدأ ان احنا نرسم مثلا في الكشكول، بنطور المهارات. ارسم، لون، يبدأ ان هو مثلا لو حاجة مثلا زي تركيب مثلا الدبابيس مثلا عندي، طب يلا نعمل شكل، يبدأ ان هو يعمل شكل، يبدأ ان هو يعمل حروف من الذاكرة بتاعته، يبدأ ان هو يبدع فيها. بنحاول ان احنا نعمل حاجة زي كده. لا انت بتعملي عمل جليل وبتساعدي حقيقي فئة حاليا احنا بنساعدهم بكل واقصى جهد وطاقة عندنا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على اللقاء وعلى كل التفاصيل اللي قلتها لنا في اللقاء.